ما حصل هو محاولة اختراق لبناء أساس جديد لحالة التفاوض المستقبلية، وهذا الأساس اعتمد على عملية. هذه العملية، وأنا هون أنتقل لمسألة تتجاوز الدوافع، ما هي كيف حصلت العملية حقيقة؟ حصلت العملية بحالة خداع استراتيجي صارت، بمعنى أنه في البداية كان لدى بدأت القيادة الأوكرانية، دار استخبارات العسكرية الأوكرانية بإصدار بيانات متكررة حول مخاطر تجمع القوات، حشود روسية لاقتحام سومي، أسوة بما حصل بخاركيف. يعني روسيا عملت عملية بشمال خاركيف وحاولت أن تجتاح باتجاه خاركيف وتصل، طبعا ما بالضرورة تصل لمدينة خاركيف، لكن هي تريد أن تمتد على شمال كوبيانسك، وبالتالي تقطع خط الإمداد اللي يتعلق بالجيش الأوكراني الموجود في ليمان. وبالتالي ما حصل أنه تم تكرار هذه البيانات مؤخرا. أيضا تجاوبت أوكرانيا مع جهود، يعني أصبح معروف الآن، يعني ربما بالإعلام لا يتداول، بس أصبح معروف أنه رومان أبروموفيتش عرض مرة أخرى تفاوض، ويكون الوسيط هذه المرة يكون قطر، وكان في حديث عن، وحتى نشر وول ستريت جورنال نشرت هذا الموضوع، عن هذا الموضوع، أن يكون بدأ تفاوض في 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 الدوحة. وأيضا حصل شيء مهم أنه لا معلش، بس هنا في نقطة، هل التفاوض في الدوحة بهذا الشيء أختم فيه. زيلينسكي أصدر بواحد 8 تصريح عن أنه مستعد ومنفتح على إجراء استفتاء على التنازلات الإقليمية مقابل السلام إذا أراد الشعب الأوكراني. وبالتالي كان في عملية خداع كبيرة نقلت بموجبها القوات الأوكرانية، بعض قواتها هي خمسة ألوية بالتحديد، نقلت من دونباس باتجاه خاركيف في البداية، ثم نقلت إلى سومي، ثم صارت عملية الاختراق. فبالتالي كان في تمهيد من حالة خداع، أخذت ثلاث بالتضليل بالبيانات، وأيضا ثانيا التفاوض في قطر، ثالثا تصريح زيلينسكي.